يعني انتوا متخيلين قد ايه؟ انا قلت في الابس اند جايني، يعني مش بس في الجاينيكولوجي بس وهنيجي للاوبستريكس هيبقى عندنا موضوع تاني. لا 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 لا، ده بيخدمك اوبستريكس اند جاينيكولوجي، وهتعرف دلوقتي ليه بيخدمك اوبستريكس اند جاينيكولوجي. بالنسبه لبتوع سنه رابعه دونت بي انترميديتد ات اول، انك انت شايف فيلم فيزيولوجي اوف منسترال سايكل، ودي كانت ملغيه من عليك وانت ما شفتهاش. انا طلبت الحاجات اللي هي انت ما ذاكرتوهاش وكانت عليكوا عشان ابقى فاهمه وايه اللي خدتوه وايه اللي ما خدتوهاش. فعرفت ان الكلام ده كله انتوا ما خدتوهوش. دونت ايفر بي انتميديت، لان انا كل سنه بشرحه بيبقى قدامي بتوع سنه خمسه اللي اخدوا الكلام ده ويبقى بالنسبه لهم اكنه بياخدوه لاول مره. فما تقلقوش خالص، كلكم زي بعض، يعني ما فيش حد احسن من حد في القصه دي. وبعد ما نخلص شرح هتفهموا كده. لو سالتوا بتوع سنه خمسه ايه ده، انتوا الكلام ده بالنسبه لكم كان عادي، انتوا سمعتوه قبل كده، هيقولوا مش بالطريقه دي. فما تقلقوش خالص. ايه بقى الفيزيولوجي اوف ذا منسترال سايكل؟ كلمه فيزيولوجي اوف منسترال سايكل يعني وي ار جوينج تو ديسكاس حاجه ناتشورال، حاجه نورمال، حاجه فيزيولوجيكال، يعني الطبيعي، يعني مش هنيجي هنا لاي ابنورماليتيز خالص. طيب اللي هو ايه بقى الفيزيولوجي اوف ذا منسترال سايكل؟ قبل ما نبتدي في الفيزيولوجي عايزين نعرف شويه حاجات في الاورجنز اللي انا كاتباها في الجنب دي. في حاجه اسمها هايبوثالامس، انتيريور بيتيوتري جلاند، هايبوثالامس وانتيريور بيتيوتري، والاثنين دول موجودين فين؟ بيس اوف برين بالظبط كده. عادي، يعني انا مش بقول اي حاجه سوفيستيكيتد، المعلومات العامه انا مش طالبه منكم معلومات درستوها قبل كده، معلومات عامه. الهايبوثالامس طيب اللي هو موجود في البيز اوف ذا برين، والانتيريور بيتيوتري اللي برده موجوده في البيز اوف ذا برين، والحاجات دي ليها اندوكراين فانكشن. وبعدين بعد كده هيبقى عندنا اورجن تالت هنتكلم عليه اللي هو اسمه الاوبنز. احنا هنتكلم على الاورجنز دي كويس عشان نعرف الريليشن بتاعها وما بين الفيزيولوجي اوف ذا منسترال سايكل. الهايبوثالامس في البيز اوف ذا برين، والانتيريور بيتيوتري في البيز اوف ذا برين، الاوفريز موجودين فين؟ حد يعرف؟ البلفس. بالظبط كده، في البلفس. احنا لو قلنا في يوترس كويس، يوترس بسيرفكس واثنين فالوبيان تيوبس كويس، والاثنين فالوبيان تيوبس دول بيبقوا ريليتد للاوفريز، فالاوفريز الاثنين موجودين في البلفس في حته اسمها دوبلس باوتش، يعني جوه في البلفس. يبقى احنا عندنا كده حاجتين اندوكراينال فانكشن، هايبوثالامس والانتيريور بيتيوتري في البيز اوف ذا برين. طبعا لو حد سمعني بقى بشرح الكلام ده بالطريقه دي من الدفعات اللي فاتت هيقولوا الدكتوره نادين جالها طيب الهايبوثالامس والانتيريور بيتيوتري كويس في البيز اوف ذا برين. وبعدين بعد كده عندنا حاجه اسمها اوفريز، دي موجوده في الفالفس اللي هم ريليتد لليوترس والسيرفكس والفاجينا تحت خالص. ماشي، اوفريز ده برضو ليه اندوكراينال فانكشن في الفيزيولوجي اوف منسترال سايكل، ومنطقي جدا اوفريز فاكيد ليهم فيزيولوجيكال فانكشن. بعد كده في حاجه اسمها اندوميتريوم، مين يعرف ايه الاندوميتريوم ده؟ موجود فين طيب الاندوميتريوم؟ بتقنص الرحم، يبقى داخلك هو موجود في الرحم او في اليوترس. فاللايننج بتاع اليوترس اسمه اندوميتريوم، يعني ده اليوترس، المصل بتاع اليوترس اسمها ميتريوم، واللايننج بتاعها اسمه الاندوميتريوم. فالاندوميتريوم ده ليه برضو فانكشن في الفيزيولوجي اوف منسترال سايكل زي ما هنتكلم دلوقتي. وبعدين اخر حاجه، وبعدين بعد كده في السيرفكس طبعا، لان اليوترس بينقسم لبادي وسيرفكس. وبعدين اخر حاجه خالص الفاجينا، والفاجينا دي بتبقى زي كده 5 انتيرور وبوستيرور وول، يعني اوبن واوبن اندد، ايفن اف ات از بارشلي كلوزد باي هايمن في الفيرجنز، لكن بارشلي كلوزد مش بسفنكتر، يعني اتس نوت سفنكتر زي مثلا الانر كانال عندها سفنكتر كده. لا طب وايه قصه ان احنا نعرف ان هي اوبن كده؟ ايه المشكله ان هي تبقى اوبن؟ انفكشن بالظبط كده، فلازم تبقى بروتكتد انفكشن، فلازم تبقى بروتكتد، لان دي يعني مفيش اي حاجه بتحميها، يعني مفيش حتى سفنكتر بيحميها، اتس اوبن اندد، اوبن اندد على تحت، فبالتالي محتاجه يبقى عندها بروتكشن. طيب احنا بنتكلم دلوقتي اناتوميكال براس اناتومي، اللي هو عندنا هايبوثالامس في البيز اوف ذا برين، وبعدين عندنا انتيريور بيتيوتري برضه في البيز اوف ذا برين، عندنا الاوفريز موجودين دول في البلفس ريليتد ليه اليوترس والسيرفكس والفالوبيان تيوبز والاوفرز، ومنهم تحت الفاجينا اوبن اندد على بره خالص على الاكسترنال انفايرمنت من غير اي سفنكتر ولا اي حاجه. طيب ده بالنسبه للاناتومي. ايه فيزيولوجي؟ يعني فيزيولوجي يعني فانكشن. ايه الفانكشن بتاع كل حاجه من دول اللي احنا عمالين نقول ان دول مهمين بالنسبه لنا واحنا بندرس الفيزيولوجي اوف منسترال سايكل؟ يبقى احنا قلنا الاناتومي او جراف اناتومي بتاع الحاجات دي. نيجي بقى للفيزيولوجي.
الفيزيولوجيكال فانكشن بتاعتي. ايه الفيزيولوجيكال فانكشن بتاعت الهايبوثالامس اللي هتهمني؟ هرمونال اندوكراينال. طب بيفرز ايه حاجه هنا مهمه بالنسبه لي؟ جونادوتروفين ريليزنج هرمونز او جي ان ار اتش. هل هو بيسكري جي ان ار اتش اونلي؟ لا. ايه كمان؟ اي ريليزنج هرمون؟ كلهم ريليزنج هرمونز. في انهيبيتنج فاكتور واحد برولاكتين انهيبيتنج فاكتور. حاجات دي انتوا خدتوها موتيلر سيستم اخدوها. انا خلاص انا درست انتوا اخدتوا ايه ما خدتوش. فانتوا خدتوا ده وده لحد هنا ما خدتوش من تحت. فده انتوا خدتوه خلاص. فاللي هو بيريليز كل ريليزنج هرمونز جي ان ار اتش جونادوتروفين ريليزنج هرمونز. وفي ريليزنج هرمونز ثانيه زي مين؟ جروث هرمون ريليزنج هرمون، ثايروتروفين ريليزنج هرمون عشان الثايرويد، اي سي تي اتش كويس عشان الادرينال جلاند كويس. فكل دول ريليزنج هرمونز يبقوا ريليزد من الهايبوثالامس مع انهيبيتنج فاكتور واحد اللي هو البرولاكتين. الحاجات دي هتعمل ايه؟ يعني الحاجات الريليزنج هرمونز دي كلها اللي احنا عمالين نقول عليها هتروح فين عشان تعمل ايه؟ هتروح للبيتيوتري جلاند سواء انتيرير او بوستيرير، لان احنا قلنا كل الريليزنج هرمونز هتروح للبيتيوتري جلاند. احنا عندنا انتيرير وبوستيرير بيتيوتري جلاند، هتروح للبيتيوتري جلاند. طب دي البيتيوتري جلاند تحت على طول الهايبوثالامس، فبالتالي السيركيليشن اللي ما بين الهايبوثالامس والبيتيوتري دي اتس فيري سمول سيركيليشن. اي سمول سيركيليشن يا دكاتره بنقول عليها بورتر سيركيليشن. بورتر سيركيليشن اتس فيري سمول سيركيليشن في كلوزد انفايرمنت كده، فاسمها بورتر سيركيليشن زي بورتر سيركيليشن بتاعت الليف، فاسمها بورتر سيركيليشن. فعندنا هايبوثالامو هايبوفيزيا بورتر سيركيليشن، لان الانتيرو بيتيوتري او البيتيوتري اسمها هايبوفيزس، فبالتالي هايبوثالامو هايبوفيزيا بورتر سيركيليشن. هيمشي فيها ايه هذه البورتر سيركيليشن؟ الجي ان ار اتش او الجونادوتروفين ريليزنج هرمونز دول هيروحوا للبيتيوتري جلاند عشان يستيميليت ذا سكريشن اوف هرمون اف اس اتش. بالنسبه لنا احنا عشان بنتكلم على الفيميل اف اس اتش اند اي اتش فوليكولار ستيميليتنج هرمون اند لوتينايزنج هرمون. يبقى احنا كده عندنا فوق في الهايبوثالامس هيريليز ده اورجن هيريليز حاجه اسمها جي ان ار اتش. جي ان ار اتش دول ثرو الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتر سيركيليشن هيروح للبيتيوتري للانتير بيتيوتري جلاند عشان يستيميليت سكريشن اوف اف اس اتش اند ال اتش. اف اس اتش اند ال اتش مينلي الاف اس اتش بيبقى في الفيرست هاف اوف ذا سايكل والال اتش بيبقى في السكند هاف اوف ذا سايكل. يبقى احنا كده عرفنا الاناتومي بتوع الاثنين دول اللي هم موجودين في البيز اوف ذا برين، وقلنا الفيزيولوجي بتاعهم او الفانكشن بتاعهم ان هم بيريليز هرمون او بيسكريت هرمونز. هي دي اللي هتوضب لنا او هتنظم المنسوال سايكل الفيزيولوجي او المنسوال سايكل كويس. الاف اس اتش والال اتش هل حد يعرف ايه النيتشر بتاعتهم؟ في حد قال ثيرويد؟ في حد قال بتايد؟ في حد عنده اقتراح اخر؟ جلايكوبروتين. طب هو ايه الفرق بين البتايد او البروتينز والجلايكوبروتينز؟ بروتينز وجلايكوبروتينز في فرق بينهم ولا الاثنين واحد؟ في فرق. ايه الفرق؟ جلايكو يعني في جلايكوجين كونتنت كربوهيدرات كونتنت. ايه فايده هذا الكربوهيدرات كونتنت؟ ليه قادر اقيسه؟ عشان هيستابيلايز بالظبط كده. هي كلمه ستابيلايزيشن. ستابيلايزيشن لان لو هو بيبتايد بس زي الجي ان ار اتش. الجي ان ار اتش ده بيبتايد، بيبتايد هرمون، بروتين هرمون. فالفكره بتاعت البروتين هرمون ان هم رابيدلي ديجريدد على طول بيتكسروا. بيتكسروا ايه؟ الهاف لايف بتاعتهم مينتس. انتوا متخيلين يعني ايه مينتس؟ مينتس يعني كل دقيقه بيتكسروا، كل دقيقه بيتكسروا. فبالتالي ما تقدرش انك انت تقيس الجي ان ار اتش في البريفيرال سيركيليشن. ما ينفعش تقول للست انه روحي انا ده قيسي لي جي ان ار اتش، مش هتلاقيه. امال بتلاقيه فين؟ امال موجودين فين الجي ان ار اتش يا دكاتره؟ في البورتر سيركيليشن احنا بنقول عليها بس. في البورتر سيركيليشن بس دي، بس دي طبعا مش منطقي اطلاقا ان انا اقول للست روحي قيسي لي الجي ان ار اتش، مش كده ولا ايه؟ يعني ازاي تقيس لي جي ان ار اتش؟ يعني مش منطقي خالص ان انا اقول لها قيسي لي جي ان ار اتش. فبالتالي عشان اعرف اذا كان عندنا جي ان ار اتش ريليز ولا لا، يبقى هقول لها تقيس لي ايه؟ الاف اتش ولا اف اتش. ليه قلت لها تقيس لي الاف اتش ولا الاف اتش؟ لان دول جلايكوبروتين. جلايكوبروتينز فبالتالي فاوند ان ذا بريفيرال سيركيليشن. يعني الانتيريور بيتيوتري هتعمل لهم ريليز الجلايكوبروتينز دول اللي هم الاف اتش والال اتش، ويبقوا يمشوا بقى في كل في البلاد فيسلز ليروحوا للاورجنز كلها. يبقى بالتالي دول ليه؟ لان هم ستيبل، لان في جلايكوجين كونتنت. في جلايكوجين كونتنت مفيش اي كلمه انا بقولها بره الكتاب او بره النص، فانت ركز معايا وما تكتبش اي حاجه خالص. مش محتاج تكتب ولا كلمه لان كله هتلاقيه موجود عندك. انت بس ركز معايا عشان الموضوع ده مهم قوي 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 انكم تبقوا فاهمينه. مش 100% يعني مليون المية، لان هو ده البيز زي ما قلنا بتاع الاوفنج ده. تاني احنا بنقول عندنا في الهايبوثالامس اللي هو موجود في البيز اوف ذا برين اللي بيريليز جي ان ار اتش او جونادوتروفين ريليزنج هرمونز اللي هم بيبتايد
والهاف لايف بتاعتهم مينتس فرابيدلي ديجريد على طول بيتكسروا، فبالتالي ما اقدرش ان انا اقيسهم. يعني ما ينفعش تمسك ورقه التحاليل كده وتلاقي الدكتور كاتب للست انها تروح تقيس جي ان ار اتش، ما ينفعش، ده ما بيتقاس، فما فيش حاجه اسمها كده خلاص. امال هتقيس ايه؟ هتقيس الاكس اتش والال اتش، لان دول كنايه عن انه الجي ان ار اتش موجودين. طالما كنا بقى عندنا اكس اتش والال اتش يبقى كده عندنا في فعلا جي ان ار اتش، بدليل ان هو عمل سيميليشن للبيتيوتري جلاند تو سيكريت اكس اتش اند ال اتش. ايه تاني البيتيوتري جلاند بتعمل لهم سكريشن غير الافس اتش ولا ايه؟ جروس هرمون، لسه في جروس هرمون ريليزنج هرمون هتعمل ريليز جروس هرمون. ايه كمان؟ تي اس اتش، تي اس اتش اللي هو بيريجريت الثايرويد جلاند. ايه تاني؟ اس تي اتش، برولاكتين، دول كلهم انتيريور بيتيوتري. طب في حاجه بوستيريور بيتيوتري؟ في حاجه ثانيه؟ اي تي اتش. طيب ايه فكره ان انا اعرف انه في حاجات ثانيه بتبقى لان طالما ان هم بيتكونوا في الانتيريور بيتيوتري او ريليز فروم ذا انتيريور بيتيوتري فليهم سيميلر بايوكيميكال رياكشن او سيميلر فانكشن، يعني ممكن يعملوا شغل بعض طالما ان هم سكريتد من نفس المكان. فبالتالي الاف اتش والال اتش والتي اس اتش والاي سي تي اتش والحاجات دي ممكن يبقى عندهم سيميلر فانكشن لان هم ريليزد من نفس المكان او ليهم سيميلر بايوكيميكال رياكشن. طب امال البوستيريور بيتيوتري احنا قلنا ان في تو هرمونز بس هما سكريتد من البوستيريور بيتيوتري، هما مين؟ الاوكسيتوسين والاي دي اتش. اي دي اتش اللي هو الانتي دايريكت هرمون اند اوكسيتوسين. فبالتالي برضو الاوكسيتوسين اند اي دي اتش ليهم سيميلر بايوكيميكال رياكشن او سيميلر فانكشن. عشان كده لما نيجي نتكلم بعد كده على الاوكسيتوسين هنقول ان هو ليه انتي دايريتك افكت لايك. يعني يعمل ايه؟ يعني يعمل ايه لما اعلق الست اوكسيتوسين؟ عشان ده بيستيميليت يوتراين كونتراكشنز فبيحطها على الليبر ان هي تخش في ليبر بينز وكده، هيعمل لها ايه تاني؟ سايد افكت بقى انا عارفاه. انتي دايريتك هرمون هينهبت الدايوريسيس فممكن شويه حاجه بسيطه قوي بس الاساسي من اسمه ها؟ انتي دايريتك غير هايبرتنشن ممكن يعمل ايه؟ انتي دايريتك فيها بالظبط كده وصلت انا ووتر ريتنشن، يعمل لها ووتر ريتنشن، يعمل لها ووتر ريتنشن. فنبقى واخدين بالنا قوي من الستات مثلا الكارديك اللي انا خايفه مني يبقى عندهم فوليوم اوفرلود. دي حته بس كده عشان ايه؟ نصحصح مع بعض ونريليت مع بعض، ملهاش طبعا ريليشن للفيزيولوجي اوف منسترو سايكل. امال ايه اللي ريليت للفيزيولوجي اوف منسترو سايكل؟ هما بس الاف اتش والال اتش، لان الاي دي اتش والاوكسيتوسين والكلام ده مش ريليتد للمنسترو سايكل. تاني يبقى احنا بنتكلم على الفيزيولوجي اوف منسترو سايكل، اول حاجه قلنا لا اناتومي، نعرف البراس اناتومي بتاع الاورجنز اللي هي هتريجوليت المنسترو سايكل. اول تو اورجنز اتكلمنا عليهم هم الهايبوثالامس والبيتيوتري جلاند، وقلنا الهايبوثالامس ده في البيز اوف ذا برين بيسكريت حاجه اسمها جي ان ار اتش وده بيبتايد هرمون، فبالتالي رابيدلي ديجريدد الهاف لايف بتاعته مينتس فنوت فاوند ان بريفيرال سيركيليشن اي كانوت ميجر ات ان بلاد. طب امال هو هيعمل لي تاثير ازاي؟ ان هو هيمشي في البورتال سيركيليشن بين الهايبوثالامس اند البيتيوتري جلاند فهيوصل للانتيريور بيتيوتري عشان يستيميليت ذا ريليز اوف اف اس اتش ون ال اتش. والاف اس اتش ون ال اتش ار جلايكوبروتينز في جلايكوجين كونتنت، فبالتالي دول ستيبل، دول فاوند ان ذا بريفيرال سيركيليشن، دول ممكن اكتب للست روح يا مدام قيسي لي الاف اس اتش ون ال اتش على ورقه التحاليل وتروح المعمل يسحبوا منها عين الدم ويقيسوا لها الاف اس اتش ون ال اتش. الاف اس اتش مينلي بيريجوليت الفيرست هاف اوف ذا سايكل والال اتش بيريجوليت السكند هاف اوف ذا سايكل. هو ايه الفيرست هاف والسكند هاف دول؟ هو احنا المنسترال سايكل حد يعرف هي تقريبا بتبقى كام يوم؟ 28. طب الفيرست هاف ده يعني انا بتكلم على كام يوم يعني؟ تقريبا 14 يوم، السكند هاف 14. طب افرض ان هي السايكل بتاعتها مش بتيجي كل 28، بتيجي كل يعني المنسز بتاعتها بتيجي كل مثلا 30 يوم. هيبقى كده الفيرست هاف قد ايه والسكند هاف قد ايه؟ حد يعرف؟ السكند هاف ثابته على طول 14، كانت البيريد بتاعتها بتيجي كل 20 يوم، كل 24 يوم، كل 30 يوم، كل 50 يوم، كل ما اعرفش قد ايه، هي اليوتيل فيز او السكند هاف اوف ذا سايكل اتس فيكسد 14 يوم. الفيرست هاف اوف ذا سايكل هي بتبقى فاريبل، هي اللي بتبقى فاريبل ديبندنج على ايه؟ ديبندنج على هي اصلا المنسس بتديلها كل قد ايه، ودايما بنحسبها من الفيرست داي تو فيرست داي المنسس. طيب يعني ايه فيرست هاف وسكند هاف؟ كون ان في عندي فيرست هاف وكون ان عندي سكند هاف لازم يبقى في فيصل، انا فرقتهم بايه؟ يعني ليه قلت ان دي فيرست هاف اندد باي ايه؟ وليه قلت دي سكند هاف ستارتد باي ايه؟ اوفيليشن. بالظبط كده، اوفيليشن هو ده محور كل الجاينيكولوجي. ستي عندها اوفيليشن ولا ما عندهاش اوفيليشن؟ بيحصل لها اوفيليشن ولا بيحصلهاش اوفيليشن؟ يعني ايه؟
هو ايه الاوفيوليشن ده يا دكاتره؟ الاوفم ريليز من الاوفم بتبقى ريليز. هي الاوفم دي موجوده فين؟ في الاوفري. في الاوفري اه. يبقى كده نيجي على ثالث اورجن بنتكلم عنه اللي هو الاوفري اللي موجودين في الفلبس. والاوفري دول فيهم فوليكلز، فيهم اوسايتس، فيهم بويضات، فيهم عدد فيكسد ولا عدد متغير. بمعنى اخر ان هو مثلا سبرماتوستيكلز فيها سبيرمز وكل شويه بيحصل رينيوال وفورميشن للسبيرمز، كل 3 شهور كده بيحصل رينيوال وفورميشن اوف نيو سبيرمز. طيب بالنسبه للاوفري، بالنسبه للاوسايتس ايه رايكم، ثابت ولا متغير؟ ثابت. يعني كل البنات مولودين بعدد فيكسد من الاوسايتس. انتوا متخيلين يعني في الانترا امبريونيك لايف الاوسايتس دي مايجريتد وبقت موجوده في الاوفري وفضلت موجوده، حصل لها شويه اتريزيا لحد ات ذا تايم اوف بيرث، وبعدين من البيرث للبيوبرتي، للبيوبرتال ايج اللي هو بيبقى تقريبا سن كام البيوبرتي؟ اه يعني 11 12 سنه يعني تقريبا كده 11 سنه. كويس، باين عدد البويضات او الفوليكلز او الاوسايتس اللي موجودين في بوث اوفريز 400000. هم دول المخزون بتاعها، هو ده الستورج، هو ده اللي تملكه 400000 بويض. لا طب 400000 ده رقم كبير مش كده ولا ايه؟ كبير ولا مش كبير؟ يعني كل دول هيحصل لهم اوفيليشن ريليز. يعني ايه اوفيليشن؟ يعني ريليز بقى في بويضه ممكن يحصل منها بريجننسي بوتنشال فيتس. مش البويضه دي بوتنشال فيتس؟ فبالتالي ممكن يبقى عندها بوتنشال فيتس 400000. لا ليه؟ لا ليه؟ مش كلهم بيماتشور. يبقى لازم البويضه او الفوليكل دي عشان يحصل منها اوفيليشن ان هي ترابتشر لازم تبقى ماتشور. يعني ايه ماتشور؟ يعني توصل لحجم معين بعدد ريسبتورز معينه موجوده على السيرفيس بتاعتها، باماونت اوف سكريشن معينه ماتشور عشان تسكريت كويس اماونت اوف هرمونز عشان اقول عليها ان هي ريدي فور اوفيليشن. في الوقت اللي بتكبر فيه الفوليكل عشان تبقى ريدي فور اوفيليشن، تكبر تكبر تكبر، مش بتكبر فوليكل واحده، ده بيكبر 1000 فوليكل قدام بعض. 1000 دي بقوا ان فورم اوف كومبيتيشن زي بتاع ملكات النحل والكلام ده. 1000 فوليكل بيكبروا بيكبروا ات ذا سيم تايم مع بعض، بس واحده بتريتش ماتيوريتي بيفور بقيه ال 1000. يعني واحده و999 هيموتوا بسرعه. فبالتالي لو واحده بس اللي بقت دوميننت وهي اللي ريتش ماتيوريتي الاول، يعني يعني ايه ماتيوريتي؟ يعني بقى حجمها كبير انف ان فيها عدد ريسبتورز للهرمونز كتير، انها بتسكريت بتفانكشن كويس وبتسكريت هرمونز كتير بحيث ان هي بقت ريدي فور اوفيليشن وحصل منها الاوفيليشن. فهي دي بس اللي كبرت، اللي هو حجمها كبر يعني قد ايه؟ بقى تقريبا من 18 ل 20 ملي، يعني 2 سنتي. فوقت ما توصل ل 2 سنتي ده معناها ان هي بقى في اماونت اوف ريسبتورز كويسه للاف اتش عليها، وفي نفس الوقت بقت بتسكريت هي استراديول او استروجين انف ان هو يكمل لنا السايكل. فساعتها اه اتس ريدي فور اوفيليشن، يحصل منها اوفيليشن او رابتشر اوف ذا جرافيان فوليكل عشان تطلع هذه الاوسايت ويحصل منها طبول. طب وبقيه ال 999 اللي لسه ما وصلوش ل 20 مللي، اللي كانوا مثلا 10 مللي 15 14 13 بس لسه ما وصلوش ل 20 مللي، يحصل لهم ايه؟ اتريزيا. اتريزيا يعني ايه؟ توتال اتريزيا، توتال نكروزس، اكنهم ما كانوش موجودين. كانهم ما كانوش موجودين خالص، ما ينفعش يرجعوا يكبروا تاني. ما يكبروش تاني. يعني هو مع بدايه كل منشور سايكل في 1000 فوليكل بيبتدوا ان هو ان كومبيتيشن عشان واحده توصل لماتيوريتي، واحده بس اللي بتوصل لماتيوريتي وال1000 بيموتوا. يبتدي السايكل اللي بعدها نفس القصه برده، 1000 واحده هي اللي توصل وبقيتهم ال 999 يموتوا. يبقى معنى كده ان كل واحده بيبقى قدامها كام سايكل؟ 400 سايكل. مش كده ولا ايه؟ 400 سايكل، 400 شهر، 400 شهر بوتنشلي ان هو يحصل فيهم اوفيليشن. 400 شهر او 400 سايكل هما دول البوتنشال اللي ممكن يحصل منهم اوفيليشن. يبقى بالتالي البويضات دول فيري بريشس، مش كده ولا ايه؟ بريشس ولا مش بريشس؟ اكستريملي بريشس. يعني لو الست هي عايزه تحافظ على اورجز من الحاجات دي، طبعا الاوفري ده باي فار از اكستريملي امبورتنت لان هو ده اللي فيه البويضات اللي هي بوتنشال فيتسز. لان احنا اسم النساء والولاده طبعا كونسيرت اباوت فيرتيليتي اونلي، احنا مش كونسيرت اباوت ولا الاورثوبيدكس ولا عظمها ولا مش عارف ايه ولا حتى السانيتي بتاعتها ولا اي حاجه، احنا كونسيرت اباوت فيرتيليتي. فبالتالي الموست امبورتنت فور فيرتيليتي هو الاوفريز لان هو ده اللي فيه فوليكلز او فيه اوسايتس. هو يعني ايه فوليكل اصلا؟ الاوفري ده جراسلي كويس، فيه حاجات كور صغيره كده الديفرنت اللي هي الفوليكلز الديفرنت ستيجز اوف ديفلوبمنت. يعني ايه ديفرنت ستيج؟ يعني ممكن تبقى صغيره خالص بالمنظر ده اللي هي
just a follicle, nucleus وحواليه cells بنقول عليهم جرانيولوزا cells for protection عشان يبروتكتوا النيوكليس اللي جوه عشان ما يحصلوش اتريزيا. والجرانيولوزا cells دي بتبتدي يحصل لها proliferation يبقى عدد الجرانيولوزا cells كتير ويكون كمان حاجه اسمها فيكا cells, جرانيولوزا and فيكا cells. الجرانيولوزا هي اللي ريليتد للاووسايت النيوكليس على طول, واللي بره هم اللي اسمهم الفيكا cells, جرانيولوزا and فيكا cells. جرانيولوزا and فيكا cells دول انا بشوفهم براسي, لا ما بقدرش اشوفهم براسي, دول اشوفهم تحت الميكروسكوب اشوف الجرانيولوزا واشوف الفيكا cells, جرانيولوزا and فيكا cells. طب يبقى كده الفانكشن بتاع الاوفري اللي احنا قلناه مهم قوي 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 هو الاوفيليشن اللي هو ريليز اوف فوليكلز. هل ليه فانكشن اخرى؟ نعم, اندوكاين اكشن. طبعا فورميشن اوف هرمونز. ايه الهرمونز اللي الاوفري ممكن يعمل لهم سكريشن؟ استروجين وبروجستيرون. ازاي الاوفري ممكن يعمل استروجين؟ هو مين اللي بيعمل استروجين؟ احنا عندنا الاوفري فيه فوليكلز اهم مدورين. طب امال اللي بينهم دول؟ دول ستروما, تيشو ستروما. فمين اللي بيعمل هذا الاستروجين؟ هل الفوليكلز ولا التيشو ستروما؟ الفوليكلز. يا دي الفوليكلز مهمه قوي بقى, دي بتعمل لها اوفيليشن وكمان بتعمل لها سكريشن اوف هرمونز. فالفوليكلز دول ار اكستريملي امبورتنت لان هم بيعملوا الاوفيليشن, بتخرج البويضه وفي نفس الوقت كمان بتعمل سكريشن اوف هرمونز. مين اللي بيعمل هذا السكريشن اوف هرمونز؟ الجرانيولوزا والتيكا سيلز اللي هم حوالينها. يبقى كده عشان الجرانيولوزا والتيكا سيلز يعملوا هرمون يبقى لازم تبقى ات سيرتن ليفل اوف ديفلوبمنت, ما ينفعش تبقى صغيره خالص, دي صغيره خالص دي مش هتسكريت هرمونز, لازم تكبر شويه عشان يبقى في جرانيولوزا والتيكا سيلز اللي تبتدي تقدر انها تعمل سكريشن اوف هرمونز. طب ايه الانجريدينت بتاعه الاستروجين اند بروجستيرون؟ يعني هيستخدموا ايه من البريفيرال سيركيليشن عشان يبتدوا يعملوا الاسترادايول ده؟ ها كوليسترول, بالظبط كده كوليسترول. هو الكوليسترول ده النيتشر بتاعته ايه؟ ستيرويد. ده مش جلايكوجين ولا ده بروتين ولا كربوهيدرات ولا اي حاجه, هو ده ستيرويد. فبتاخد الكوليسترول, يحصل تيكينج اب من الكوليسترول اللي موجود ماشي في الدم. يبقى احنا كده عندنا في هرمونز ماشي في الدم اللي هو الاف اس اتش والال اتش, وفي عندنا طبعا الكوليسترول ده ماشي في الدم. فهيحصل ابتيك لهذا الكوليسترول باي الجرانيولوزا اند فيكا سيلز. هو مين اللي بره, الفيكا ولا الجرانيولوزا؟ الفيكا. فالفيكا سيلز هتعمل ابتيك لان هي اللي بره, فهتعمل ابتيك لهذا الكوليسترول اللي موجود. ايوه, وبعدين وتعمل ايه من هذا الكوليسترول؟ هتروح عامله اندروجين. يبقى الفيكا سيلز هتكون اندروجين فروم الكوليسترول. يا نهار ابيض, يعني كده هيبقى موجود في البريفيرال سيركيليشن اندروجين؟ لا 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 لا, ما بيخرجش, ما بيبقاش ريليز في البريفيرال سيركيليشن. امال بيحصل له ايه على طول؟ اول ما الفيكا تولدته في الجرانيولوزا جواها هتروح عامله ابتيك لهذا الاندروجين وتعمله ترانسفورميشن انتو استرادايول. استرادايول in the presence of enzyme اسمه اروماتيز انزيم. اروماتيز انزيم هيحول هذا الاندروجين لاستروجين. فاتكون الكلام ده فين؟ جوه الفوليكل. يبقى الاسترادايول سواء الاندروجين او الاستروجين الاثنين اتكونوا جوه الفوليكل, بس الاندروجين ما بيبقاش ريليز. الاندروجين على طول بيبقى ابتيكن باي جرانيولوزا سيلز عشان يكون الاسترادايول in the presence of aromatase enzyme, وهذا الاسترادايول هو اللي بيبقى ريليز in the peripheral circulation. يبقى ساعتها الاوسايت هتريليز الاسترادايول اللي هي كونته في البريفيرال سيركيليشن. انهي ارتري او انهي فين؟ اوبيرين. طبعا مش هنتكلم على اوبري, اوبيرين باسلز. الاوبيرين باسلز فتلاقوا الاسترادايول اللي هو اتكون من الجرانيولوزا سيلز ده هيبقى ريليز في البريفيرال سيركيليشن, فهيبقى الاوبري كونوا الاسترادايول وعملوا له ريليز من الباسلز اللي موجوده اللي هو الاوبيرين باسلز اللي بتروح لكل الاورجن كله بقى, تكون لها سكند سيكشوال كاركترز لو كانت هي لسه في البيوبرتي. يعني كل الاورجنز, الهير والسكين وكل حاجه, والكوليسترول ليفل بعد كده هيبقى ريجوليتد باي الاسترادايول. يعني الاسترادايول بيكنترول حاجات كتير قوي في الستات, وهو اللي بيديهم الفاميلين كاركترستكس بتاعتهم اللي هو الاسترادايول. تاني احنا بنتكلم على ايه هنا؟ بنتكلم على حاجه اسمها فيزيولوجي اوف ذا منسترال سايكل. يعني ايه فيزيولوجي اوف منسترال سايكل؟ يعني حاجه نورمال, فيزيولوجي اتس نورمال. طيب هل فيزيولوجي اوف منسترال سايكل دي بتحصل في اورجن واحد؟ لا 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 لا, مش في اورجن واحد خالص. السايكل دي اسمها سايكل. السايكل دي بتحصل على كذا ليفل وبتحصل في كذا اورجن. ايه هما الاورجنز اللي بتحصل فيهم السايكلز؟ من اول الهايبوثالامس از ذا بيز اوف ذا برين, تليه الانتيريو بيتيوتري برضو از ذا بيز اوف ذا برين, وبعدين في الاوفر بيحصل تشينجز, وبعد كده بيحصل تشينجز برضو في الاندوميتريوم والسيرفكس والفاجينا. هنتكلم عليهم بعدين, احنا لحد دلوقتي احنا وصلنا لحد الاوفري بس. ايه اللي بيحصل؟
قلنا انه الهايبوثالامس هيسكريت حاجه اسمها جي ان ار اتش او جونادوتروفين ريليزنج هرمونز، ودول النيتشر بتاعتهم ايه؟ بيبتايد. فبالتالي دول الهاف لايف بتاعتهم مينتس، فمش فاهم في البريفيرال سيركيليشن ومش ممكن ان احنا نقيسهم. فدول كمان بيبقوا سكريتد هنا فالستايل مانر، فالسس عشان كده ما بيبقوش ما بيلحقوش ان هم يروحوا في البريفيرال سيركيليشن. فده بالنسبه للهايبوثالامس. فهتروح الجي ان ار اتش دي للانتيريور بيتيوتري، للانتيريور بيتيوتري جلاند عشان تستيميليت السكريشن اوف اف اس اتش اند ال اتش. اف اس اتش والال اتش النيتشر بتاعتهم دول ايه؟ جلايكوبروتينز. فبالتالي فاوند في البريفيرال سيركيليشن ولا لا؟ اه طبعا فاوند، لان هم ستيبل ففاوند في البريفيرال سيركيليشن. فاقدر قوي ان انا اقيسهم واخد عينه الدم اقيس الليفل بتاع الاف اس اتش واقيس الليفل بتاع ال اتش. لو انا في الفيرست هاف اوف ذا سايكل، يعني ايه؟ يعني جات لك الدوره امتى يا مدام؟ جات لي يوم 6 اكتوبر، يبقى انا في الفيرست هاف ولا في السكند هاف اوف السايكل؟ احنا النهارده كان في الشهر 10 اكتوبر، يبقى احنا كده في الفيرست ولا السكند؟ يبقى انا كده المفروض ان انا نورمالي فيزيولوجيكالي لو ده نورمال ليفل اوف هرمون الاقي انهي اعلى الاف اس اتش ولا الال اتش؟ الاف اس اتش، لان الاف اس اتش هو بيرجليت مينلي الفيرست هاف اوف ذا سايكل. لو انا كنت بقيس وانا في السكند هاف اوف ذا سايكل وانا في السكند هاف اوف ذا سايكل، يبقى بالتالي هلاقي ايه؟ ال ال اتش هو اللي اعلى، لان ال ال اتش بيرجليت السكند هاف اوف ذا سايكل. يبقى بالتالي انا لازم انورمالايز امتى هقيس الهرمونز دي، مش كده ولا ايه؟ لان لو انا جيت قيسته في اليوم الثاني لنزول البيريود داي 2، وجه حد من زمايلي قاسه في داي 20، حد ثالث قاسه في داي 14، وحد مش هيبقى في نورماليزيشن خالص. يبقى انا هعمله انتربريتيشن بطريقه، وزميلي بطريقه، وزميلتي بطريقه، وبقت الست مش فاهمه هو نورمال ولا اب نورمال، لان انا عملت انتربريتيشن على هرمونز متقاسه في البيرسونال سايكل في داي 2 مثلا او داي 3 او داي 4، لكن حد ثاني عمل له انتربريتيشن في يوم مختلف. فما ينفعش، ده لازم يبقى ستاندردايز. يعني ايه ستاندردايز؟ يعني اه ممكن تروح تقيسه في اي يوم، بس عشان نقدر ان احنا انتربريت كوركتلي يبقى لازم ان احنا بنقيسه في وقت معين اللي هو من داي 2 تو داي 5. بنقيس الهرمونز بتاعه الانتيريور بيتيوتري اللي هم الاف اس اتش اند ال اتش في وقت معين ستاندردايز انترناشونالي، كلنا بنعمل كده عشان يبقى لينا ذا سيم انتربريتيشن. لان انا لما اقيسه من داي 2 تو داي 5 يبقى هيبقى لي نفس الانتربريتيشن لاي حد تاني في الدنيا كلها، لان كلنا هنقيسه في وقت معين من نزول البيريد. ما ينفعش ان انت تقولي للست روحي قيسي لي بقى اف اس اتش ولا اتش وتكتب لها كميه تحاليل كده ورا بعضها وهي تروح. لا، لازم تسالها الاول انت اخر بيريد جات لك امتى؟ ده اول يوم ولا اخر يوم؟ عشان انت تقول لها اه يبقى انت كده المفروض تقيسي لي الاف اس اتش عند ال اتش في داي 2، يعني بالنسبه لك هيبقى مثلا يوم 8 اكتوبر، يوم 10، ما اعرفش ايه. تكتب لها التاريخ اللي هي هتقيس فيه. ليه؟ عشان اقدر اعمل له انتربريتيشن. انا لما اقيسه من داي 2 لداي 5 يبقى نورمال الاقي الاثنين قد بعض ولا واحد اكبر من الثاني؟ واحد اكبر من الثاني، مين اللي هيبقى اكتر؟ بالظبط الاف اس اتش. كمان محاضرتين بالظبط هنعرف ان لو كان الال اتش هو اللي اعلى ده بيانديكيت حاجه ديزيز انديكاينال ديزيز شهير جدا جدا، اشهر واحد في النساء اللي هم اسمه بي سي او او بوليسيستيك اوفيريان ديزيز او اللي هي تكيسات المبايض. عشان كده مهم انتربريت، مش بس قيسي وخلاص. قيسي وانا منتظره الاقي ايه؟ قيسي عشان انا بعد كده انتربريت ده معناه ايه. خلاص، فيبقى كده احنا بنتكلم على الليفل بتاع الانتيريور بيتيوتري اللي هو اف اس اتش اند ال اتش. دي ار جلايكوبروتينز فاوند ان ذا بريفيرال سيركيليشن، اي كان ميجر ذات ان ذا بريفيرال سيركيليشن، بس بقيسهم عشان تبقى حاجه ستاندردايز ان انا بقيسهم من اليوم الثاني لليوم الخامس من نزول البيريد، داي 2 داي 3 داي 4 داي 5. ليه؟ عشان اقدر اعمل انتربريتيشن، اقول لها اول اه دول نورمال فعلا لو لقيت الاف اس اتش اعلى من الال اتش، او اقول لها لا دول اب نورمال لو لقيت ان الال اتش اعلى من الاف اس اتش. فده بالنسبه للاف اس اتش الانتيريور بيتيوتري اللي هي بتسكريت اف اس اتش مينلي ان ذا فيرست هاف اوف ذا سايكل والال اتش مينلي ان ذا سكند هاف اوف ذا سايكل. دول هيبقوا ريليست في البريفيرال سيركيليشن اب تيكن باي مين اللي هياخد الاف اس اتش والال اتش؟ اه مين في الاوفري؟ الفاليكلز. بالظبط كده. انهي فاليكلز؟ طبعا كل ما هيبقى عليها ريسبتورز اكتر كل ما هتاخد اف اس اتش اكتر، مش كده ولا ايه؟ عشان كده ده الفرق بين الفاليكل الصغيره والفاليكل الاكبر منها بشويه. الاكبر منها بشويه هتاخد اماونت اوف اف اس اتش اعلى، هتبتدي تكون استرا دايول اكتر. ليه؟ هو الاسترا دايول بيتكون ازاي؟ ما هو بيتكون قلنا جوه الفاليكل سيكا سيلز وجرانيولوزا سيلز. هتاخد الكوليسترول ان ذا بريزنس اوف ريسبتورز بتاعه الاف اس اتش والال اتش دول، فهيبقى بتاخد اف اس اتش وال اتش وكوليسترول وتكون الاول السيكا سيلز تكون لنا الاندروجين وذن الفوليكل قبل ما يبقى ريليز يتحول ان ذا بريزنس اوف اروماتيز انزايم لاسترا دايول. يبقى معنى كده الاسترا دايول ده بيتكون في الفيرست ولا في السكند هاف اوف ذا سايكل؟ في الفيرست. ويبتدي يكبر الاماونت بتاعته بتكتر. اه طبعا بتكتر، لان كل شويه ما الجرانيولوزا سيلز دي بيحصل لها بروليفريشن
لحد ما تريتش سيرتن بيك لسه ده يقول ده بقى كتير قوي اناف انه يعمل لنا حاجه اسمها بوزيتيف ال اتش سيرش. ادي اول مره نتكلم على ال اتش، تاخدوا بالكم احنا عايزين نتكلم على اف اس اتش فيرس اوف سايكل اف اس اتش اف اس اتش كله اف اس اتش. لكن الناس سيبت ال اتش خالص غير ان هو موجود بس سمولر اماونت زان ال اف اس اتش وبس، ما الناس سيبته خالص. طب امال ايه اللي بيحصل لما الاستراديول يريتش ا سيرتن اماونت بيج انف؟ بيعمل لنا حاجه اسمها بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. بوزيتيف فيدباك يعني ايه بوزيتيف؟ يعني ايه بوزيتيف فيدباك؟ يعني هيعمل ايه الاي اتش؟ هيقلله ولا هيعليه؟ هيعليه قوي لدرجه انه يعمل حاجه اسمها ال اتش سيرج. ال اتش سيرج بيك كده تطلع وتنزل سيرج ال اتش سيرج. يبقى لما زاد قوي الاسترادايول في الدوميننت فوليكل اللي هي 20 مللي، كويس احنا عندنا كده بقى دوميننت فوليكل كبيره سكريتد انف اماونت اوف استرادايول عاليه قوي لدرجه ان الاماونت اوف استرادايول الكتير دي عملت لنا بوزيتيف فيدباك. بوزيتيف فيدباك ميكانيزم على ال اتش عملت ايه؟ ال اتش سيرج. طب وايه فايده هذا ال اتش سيرج؟ هو ده اللي هيعمل فاينل ماتوريشن اوف زوسايت وبيتريجر اوفيليشن. يعني لما يحصل هذا البيك بتاع ال اتش سيرج هو ده اللي هيستيميليت الاوفيليشن او ان البويضه دي تفرقع. يعني ايه تفرقع؟ يعني تطلع الاووسايت بالنيوكليس اللي فيها كويس ويبقى الرامنز بتاع الجرانيلوزا اند فيكا سيلز. يبقى ايه اللي عمل تريجرنج للال اتش سيرج ده؟ الاسترادايول العالي. والال اتش الاسترادايول العالي عمل لنا تريجرنج للال اتش سيرج. الال اتش سيرج ده عمل لنا ايه؟ اوفيليشن. تاني عشان نبقى متخيلين السيكونس ايه اول حاجه بتحصل؟ هل اللي بيحصل لو انا قلت لكم رتبوا لي الثلاثه دول ايه اني واحده بتحصل الاول ما بين الاوفيليشن والال اتش سيرج والاسترادايول العالي؟ مين اول واحده بتحصل؟ الاسترادايول العالي. يا لا قوي الاسترادايول روح اعمل ايه؟ الال اتش سيرج. يعني الال اتش سيرج بيحصل اول ولا الاوفيليشن اول؟ الال اتش سيرج طبعا الاول لانه لازم هو يعمل لنا فاينل ماتوريشن اوف اوسايت والريليز يخليها تفرقع يتريجر اوفيليشن. يبقى احنا بيحصل اول حاجه استرادايول يعلى قوي يستيميليت الال اتش سيرج. هذا الال اتش سيرج تيجي بعديها واخدين بالكم الخط الاحمر المنقط اللي انا رسماه ده الال اتش سيرج بعديه الاسود ده هو اللي حصل الاوفيليشن. يبقى اول حاجه بتحصل الاسترادايول يعلى قوي هذا الاسترادايول العالي قوي يستيميليت ال اتش سيرج. الال اتش سيرج ده هو اللي هيتريجر الاوفيليشن هو اللي هيخلي البويضه تفرقع هو اللي خلى البويضه دي طلعت بره وبقى في رامنس للجرانيولوزا والثيكا سيلز سميناها كورتس ويفي اتسمت كورتس ويفي. طب البويضه دي راحت فين؟ فالوبيان تيوب ابتيك البايض فالوبيان تيوب وبعدين يعني البويضه احنا قلنا الاوفري ريليتد ليها فالوبيان تيوب فالبويضه بتطلع على السيرفيس اوف ذا اوفري مع تريجر يعني بتطلع على الاوفيليشن بتفرقع. ايوه بتفرقع يعني تروح فين؟ ما هي حجمها قد ايه البويضه دي؟ ده مايكرون سبان صغيره لان كل الجرافيان فوليكل على بعضها كانت 20 مللي 20 مللي او 2 سم خلاص. فالفوليكل دي او الاوسايد دي صغيره قوي فبتبقى موجوده على السيرفيس اوف ذا اوفري ابتيكن باي ذا فالوبيان تيوب. وبعدين يحصل ايه بقى؟ هي دلوقتي على الفالوبيان تيوب هل ليها فيت واحد على الاوفري سوري ليها كذا فيت ولا فيت واحد ولا ايه؟ كذا فيت او اثنين. ايه هما؟ يا اما يحصل فيرتلايزيشن يعني تكون برضه الفالوبيان تيوب دي في سبيرم موجود فبالتالي يحصل ان الفوليكل والسبيرم يحصلون فيرتلايزيشن ويتكون فيتس يا اما ما تلاقيش حاجه فبالتالي تعمل ايه؟ كوربس ريتين. هي كونت كوربس ريتين دلوقتي دي خلاص دي اورجانيك دي حاجه اورجانيك فالجسم هيمتصها الجسم هيمتصها بس دلوقتي بقى عندي الجرانيولوزا والثيكا سيلز دول كويس اللي هم الكوربس ريتين. الكوربس ريتين ده هيعمل ايه؟ ايه الفانكشن بتاعت الكوربس ريتين؟ احنا كل ده كنا بنتكلم على الاستروجين ما جبناش سيره البروجستيرون خالص. الكوربس ريتين او الرامنز بتاع الجرانيولوزا والثيكا سيلز بتكون حاجه اسمها كوربس ريتين. هذا الكوربس ريتين الفانكشن بتاعه ان هو بيسكريت البروجستيرون هرمون. فالبروجستيرون ده مين بيبقى في الفيرست ولا في السكند هاف اوف ذا سايكل؟ كل سكند هاف سايكل ولا يشترط وجود حاجه عشان يبقى عندي بروجستيرون؟ يشترط اوفيليشن بالظبط كده يشترط اوفيليشن. افرض ان الست دي ما عندهاش تبويض نان اوفيلاتري انا اوفيلاتري سايكل يعني السايكل دي ما حصلش فيها تبويض ما حصلش فيها اوفيليشن. ليه؟ هو ممكن لان احنا بنتكلم على النورمال بس فيها نورماليتيز زي مثلا البي سي او ده اشهر سبب للانوفيليشن زي ما هنتكلم عليه كمان محاضرتين. فبالتالي لو ما حصلهاش اوفيليشن لو فضلت تكبر 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 كده لكن ما بتبقاش ريليز هيبقى عندي بروجستيرون؟ لا. فوجود بروجستيرون ات سيرتن ليفل ات سيرتن ليفل لان بيز لاين في شويه بروجستيرون موجودين بس لما البروجستيرون ده بيبقى اعلى من 5 نانوجرام بر مليلتر يعني
عن الليفل بتاعه، لان ده موجود في البريفير سيركيليشن برضو. ليه هو النيتشر بتاعت البروجستيرون ايه؟ ستيرويد زي الاسترادايول، ما هما الاثنين متكونين من نفس السورس فهما ستيرويد، فموجود في البريفير سيركيليشن. فبالتالي البروجستيرون ده فاوند ان البريفير سيركيليشن. لو لقيته اعلى من 5 نانو جرام بير مليليتر هقول ان الست دي اوفيلاتري، لو لقيت البروجستيرون ده قليل هقول ان الست دي مش اوفيلاتري. هقيسه امتى؟ برضه في داي 2 تو داي 5. وما لقيسه امتى؟ بقى لازم اقيسه بعد الاوفيليشن. هي الاوفيليشن كده يعني بطريقه مبسطه بتحصل على اليوم الكامل 14، بتحصل على اليوم ال 14 للسايكل بيحصل الاوفيليشن، فبالتالي يتكون الكوربس لوتيوم فيبتدي يتكون البروجستيرون. يعني تقيسه البروجستيرون في اليوم ال 14؟ لا لا، تقيسه امتى؟ في نص اليوتيال فيز، عشان يبقى البيك بتاعه في نص اليوتيال فيز، عشان يبقى البيك بتاع البروجستيرون. يعني ايه نص اليوتيال فيز؟ حد يقدر يقول لي في اليوم الكام يعني؟ 21. ليه اليوم ال 21؟ لان لو قلنا ان السايكل دي 28 يوم، فيرست هاف ده 14، السكند هاف 14، نص ال 14 الثانيه 7 ايام على ال 14، يعني في اليوم ال 21، يبقى البروجستيرون بيتقاس عند اليوم ال 21. يبقى بمعنى اخر، هل انا ممكن اقول للست انا عايز اعمل لك تحليل هرمونات يا مدام لان انت الدوره عندك ملخبطه، فاكتب لها على الورقه التحاليل ماجر اف اس اتش ال اتش بروجستيرون واديلها الورقه عشان تروح تحللها في المعمل، ياخدوا منها عينه دم دلوقتي ويحللوا لها اف اس اتش ال اتش ام بروجستيرون؟ لا. ليه؟ عشان انا دلوقتي انستنتينيسلي، ما يا اما هيكون اليوم الثاني يا اما اليوم ال 21 يا اما مش ده وده خالص، فما ينفعش الاثنين يتقاسوا او الثلاثه دول يتقاسوا مع بعض. هيقيسوا مع بعض ازاي؟ بنفس عينه الدم، مع عينه الدم دي متاخده في نفس الوقت. دكاتره وانا لما بقول صباح الخير يا دكاتره، لان انتوا دكاتره فانتوا لازم الحاجات دي، احنا مش بنتكلم في الكتاب ايه المشكله ما يدرسوا، لا مش يدرسوا مع بعض، لان انت بتقول يا اما في اليوم الثاني للخامس اللي هم اف اتش ال اتش، يا اما في اليوم ال 21 اللي هو بروجستيرون. ازاي هتقيسهم كلهم في نفس عينه الدم؟ مش كده ولا ايه؟ ما هو انت يا اما بتتكلم على اليوم الثاني يا اما بتتكلم على اليوم ال 21، ما ينفعش يبقى نفس الشخص في نفس الوقت يبقى اليومين، مش كده ولا ايه؟ ده بيزك يعني ما ينفعش اشرحه، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي البروجستيرون بيتقاس في اليوم ال 21. طب تاني كده نشوف ايه اللي بيحصل في الاوفري نفسه. احنا عرفنا كويس اللي بيحصل في الهايبوثالاموس جي ان ار اتش، ودول بيبتايد ومش فاوند في البريفير سيركيليشن بس تايمر. وجينا على الانتيريو بيتيوتري قلنا دول اف اس اتش اند ال اتش جلايكوبروتينز فاوند ان ذا بريفير سيركيليشن، ومين الاف اس اتش بيكونترول الفيرست هاف والال اتش السكند هاف، ودول احنا بنقيسهم في اليوم الثاني لنزول البيريد او من داي 2 تو داي 5. طيب جينا بقى على الاوفري، قلنا الاوفري ده فيه فوليكلز at different stages of development، وهم 400,000 اساسا at the time of puberty. بيحصل ان هو due to the presence of FSH تبتدي ان الفوليكل دي تكبر ويتكون الجرابيلوزا سيلز والتيكا سيلز اللي هي تعمل ابتيك للكوليسترول، هذا الكوليسترول يتحول لاندروجين في التيكا سيلز وايميديتلي يبقى ابتيك within الفوليكل بالجرابيلوزا سيلز عشان تحوله لاسترادايول او استروجين in the presence of aromatase enzyme. الاسترادايول يبتدي يعلى لحد ما يريتش السيرتن ليفل، يروح عامل لنا بوزيتيف فيدباك ميكانيزم على ال LH. اما حصل البوزيتيف فيدباك ميكانيزم على ال LH حصل حاجه اسمها ال LH سيرج. افتر ايميديتلي افتر ال LH سيرج حصل الاوفيليشن. ايوه افتر ال LH سيرج بقد ايه؟ افتر 12 اورز فروم ذا بيك اوف ذا سيرج، البيك اوف ذا سيرج او من البيجنينج اوف ذا سيرج 36 ساعه من بدايه السيرج او 12 ساعه من البيك اوف ذا سيرج يحصل الاوفيليشن. بمعنى ان لو عرفت امتى حصل ال اتش سيرج اقدر اقول لها يا مدام انت كمان 12 ساعه بالظبط هيحصل لك اوفيليشن، او هيحصل ان يبقى في بويضه او فوليكل ريدي فور فيرتيلايزيشن. اف يو وانت تو جيت بريجننت يحصل انتر كورس عشان يحصل بريجننسي، اف يو دازنت اف يو دونت وانت تو جيت بريجننت يبقى بالتالي ابستنس او ما يحصلش انتر كورس عشان ما يحصلش فيرتيلايزيشن. يبقى طلعت البويضه بعد 12 اورز فروم البيك اوف ال اتش سيرج، هذه البويضه تريجر خلاص يا اما هيحصل لها فيرتيلايزيشن اند بريجننسي يا اما هتبقى ابزورب وتموت. طب وبقيه السيلز بقيه الجرانولوزا والسيكا سيلز كونوا لي حاجه اسمها كوبس ريتير. ايوه ايه الفانكشن؟ عمل ايه هذا الكوبس ريتير؟ عمل سكريشن اوف بروجستيرون، وابتدى الليفل اوف بروجستيرون يبقى مينتين او ساستين فور هاو لونج؟ سو لونج ان ال اتش موجود لان هو معتمد على وجود ال اتش، فسو لونج ان عندنا ال اتش يبقى البروجستيرون ده موجود. لو ال اتش ده ما بقاش موجود كويس يبقى ساعتها البروجستيرون هيبتدي يبتدي يقل البروجستيرون وتبتدي الفانكشن، لان كمان الفاسكولاريتي قلت تبتدي الفانكشن بتاعه الكوربس لوتيوم دي تقل ويتحول بدل ما كان اسمه كوربس لوتيوم يبقى حاجه فايبراتيك ولونها ابيض
الليثيوم مسمينها الليثيوم عشان اللون الاصفر، فبقى حاجه فايبراتيك كده ولونها ابيض واسمه كوربس البيكنس. الكوربس البيكنس ده بيسكريت بروجستيرون؟ لا مش بيسكريت بروجستيرون. فبالتالي ليفل اوف بروجستيرون هيحصل له ايه؟ ادي اند اوف ذا سايكل هنا هيقل. لما يقل ليفل اوف بروجستيرون يحصل ايه فوق؟ يحصل ايه على ده؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف فيدباك على الانتيريور بيتيوتري؟ ايه رايك؟ يعني دلوقتي هو اصلا البروجستيرون ده بيعمل ايه على ال اتش؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. يعني كل ما البروجستيرون يعلى ده بيعمل نيجاتيف فيدباك عشان الليفل بتاع ال اتش يبقى بينتهي. طب لما البروجستيرون ده يقل يبتدي النيجاتيف فيدباك ده ما يبقاش موجود، يبقى ال اتش ريليز فروم ذا نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، فروم ذا نيجاتيف فيدباك انهيبيشن. فبالتالي يحصل ايه تاني في الاف اس اي في ال اتش؟ يبتدي يعلى. طب وفي نفس الوقت برده ما انا ما عنديش دلوقتي فوليكلز ولا جرانيولوزا سيلز ولا سيتا سيلز وكوربس البيكنس وكده، فايه اللي حصل في الاسترادايون هنا؟ قال برده يحصل ايه في الاف اس اتش؟ برده ريليز فروم ذا نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، لان احنا على طول عندنا نيجاتيف فيدباك انهيبيشن. ذا اونلي فيدباك انهيبيشن ويتش از بوزيتيف اللي هو بتاع الاسترادايون لما يبقى عالي قوي يعمل لي ال اتش سيرج. لكن غير كده عشان الاندوكراين فانكشن تفضل مينتين على طول الاستروجين البروجستيرون بيعملوا نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على الاف اس اتش ولا اتش. لكن انا ما عنديش بروجستيرون ولا استروجين، ليه ما عنديش؟ لان ده كوربس البيكنس، فبقاش فيه او قل قوي الليفل بتاع الاستروجين البروجستيرون قل قوي، فبالتالي الاف اس اتش عند ال اتش بقوا ريليزد فروم النيجاتيف فيدباك انهيبيشن. لما يبقوا ريليزد فروم النيجاتيف فيدباك انهيبيشن يحصل ايه؟ تبتدي سايكل من اول وجديد تاني ان هو الاف اس اتش ولا اتش يبتدوا ان هم يعلوا ويستيميليت انذر فوليكلز الف فوليكل ثانيه عشان تبتدي تكبر وتعمل لي نفس القصه وريبيتيشن اوف ذا سايكل تاني. يبقى انا دلوقتي ايه اللي حصل هنا؟ عندنا جين ار اتش عمل ستيميليشن الاف اس اتش ولا الاتش، الاف اس اتش ده ابتدى يكبر لي الفوليكلز، ابتدى يكبر لي الفوليكل ويحصل بروليفريشن في الجرانيولوزا والثيكا سيلز. In the presence of cholesterol, the cholesterol that uptaken by the theca cells, cholesterol uptaken by the theca cells, it can androgen, خدته على طول الجرانيلوزا cells in the presence of aromatase enzyme بقى عندي استراديول. ابتدى الاستراديول يعلى 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 لحد ما وصل لليفل معين. لما وصل لهذا الليفل الكبير راح اعمل لي positive feedback، the only positive feedback. Positive feedback على ال LH، عمل لي حاجة اسمها LH surge. LH surge ده هو اللي بيتريجر الاوفيليشن. بعد 12 ساعة من البيك اوف ذا LH surge حصل تريجرينج اوف ذا اوفيليشن، طلعت البويضه وبقى الرمنت اوف ذا جرانيولوزا انتيكا سيلز اسمه كوربس لوتين. ابتدى الفانكشن بتاعه الكوربس لوتين، ايه الفانكشن بتاعته؟ اللي هو سكريشن اوف بروجستيرون. قاعد يسكريت بروجستيرون يسكريت بروجستيرون. خلي بالكم ده كان سيرج مش ان هو مينتيند عالي، سيرج فقل تاني. طب ما هو لما ابتدى يقل ابتدى برده السكريشن بتاعه البروجستيرون هنا تقل وتحول الكوربس لوتين ده لكوربس البيكنز. ايوه يعني ايه البيكنز؟ يعني فايبراتيك، ولا بيسكريت استروجين ولا بيسكريت بروجستيرون. فهنا at the end of the cycle estrogen progesterone levels قلوا قوي، فبالتالي بقى الـ FSH والـ LH released from the negative feedback inhibition، يبتدي ثاني الـ FSH والـ LH يعلو عشان تبتدي cycle تانية تبتدي معانا. واضح يا فترة؟ افرض هنا حصل pregnancy. طبعا ده مش موضوعنا، بس افرض عشان نبقى احنا رابطين عشان تفهموا ليه بقول لكم ده related برضو للـ obstetrics. حصل pregnancy يعني في stage D ovulation. Ovulation, corpus luteum of pregnancy. Corpus luteum ده هيكمل يكبر. Under the effect of A. LH. HCG. 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 البيوكيميكال فانكشن بتاع ال LH. فبالتالي ده الهرمون بتاع البريجنسي. ال HCG ده في وقت البريجنسي بيبقى فيه ال HCG secretion. فال HCG بتاع الكوربس لوتيم هو اللي هيمنتين the function of the corpus luteum والسكريشن بتاع البروجستيرون. يفضل الكوربس لوتيم of pregnancy ده موجود فترة قد ايه؟ ثلاث شهور. ليه ثلاث شهور؟ لحد ما البلاسنتا تبقى فورم، لان البلاسنتا بتبقى فورم بعد ثلاث شهور تبتدي هي ليها اندوكراين فانكشن زي ما هناخدها بعد كده تريليز بقى هي الاستروجين والبروجستيرون. لكن قبل ما البلاسنتا تبقى فورم انا عندي كوربس لوتيم، وهو ده الكوربس لوتيم اللي هيمنتين البريجنسي بالسكريشن بتاع الاستروجين والبروجستيرون. طب ما حصلش بريجنسي يعني ايه؟ يعني اوفيليشن بس زي ما احنا بنتكلم يعني اوفيليشن بس، وبعدين بقى عندي كوربس لوتيم، كوربس لوتيم عادي، وبعدين ال اتش ابتدى يقل تاني لان السيرج خلص، يبقى البروجستيرون هيقل، وبقى عندي كوربس البيكنز قلل البروجستيرون وقلل الاستروجين، يبقى بالتالي الاف اس اتش عند ال اتش ار ريليز ذا نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، ونبتدي في سايكل ثانيه جديده خالص. ده بالنسبه للليفل اوف ذا اوفري، ده السايكل ات ذا ليفل اوف ذا اوفري. طيب ات ذا ليفل اوف ذا اوفري يبقى انا كده عندي في
الفيرست هاف كان عندي مين استراديول او استروجين، والسكند هاف عندي بروجستيرون. طب الاستروجين والبروجستيرون دول ريليز في البريفرنس سيركيليشن، هيبقوا ابتيكن باي ميني اورجنز، هيبقوا ابتيكن باي اليوترس يوتراين ارتري يوترس دخل اليوترس. لما الاستروجين يروح على اليوترس بيعمل ايه في الاندوميتريا؟ بروليفريشن، لان الاستروجين صفته انه بيعمل بروليفريشن لكل الساكس، بروليفريشن تكاثر للخلايا، بروليفريشن للجلاند. فهيبتدي يحصل بروليفريشن للجلاند، بدل ما الجلاند كانت صغيره كده تبتدي الجلاند تكبر تكبر تكبر، او بيحصل لها بروليفريشن. ده بالنسبه للاستراديول. طب امال البروجستيرون بيعمل ايه؟ سيكريشن. فالناحيه الثانيه في السكند هاف اوف ذا سايكل لو حصل اوفيليشن وبقى عندنا بروجستيرون، هيبتدي الجلاندز اللي كبرت دي بقت فيلد ويز سيكريشن او باكيولز او سيكريشن. عشان كده الفيز دي بنسميها سيكريت الفيز، لكن الفيز الاولانيه في الاندوميتريا بنسميها بروليفريتيف. ليه بروليفريتيف؟ لان هي فيها بروليفريشن للجلاندز اندر ذا افكت اوف استراديول او استروجين. طب والثانيه اسمها ليه سيكريتري؟ لان هي فيها سيكريشن في الجلاندز مليانه سيكريشن اندر ذا افكت اوف بروجستيرون. طب يبقى كده احنا فهمنا، لو قلت لك بروليفريتيف فيز يبقى انا بتكلم على الفيرست ولا السكند هاف اوف ذا سايكل؟ الاوفيريان سايكل ولا الاندوميتريال سايكل؟ يعني كلمه بروليفريتيف لما اقول لك اشرح لي البروليفريتيف فيز، طبعا ما بيجيلكش كده، بس لما قلت لك اشرح لي البروليفريتيف فيز يبقى انا عايزك تشرح لي ايه من كل اللي موجود على البورد ده؟ الفيرست هاف اوف الاندوميتريا. طب امال انا لو عايزك تشرح لي الحته بتاعت الفوليكلز اللي عماله تكبر دي اللي هي في الاوفري، الفيرست هاف اوف ذا سايكل في الاوفري اسمها ايه؟ فوليكلر فيز. فوليكولر فيز. احنا عندنا في كلمه اسمها فوليكولر فيز، وفي عندنا ميديال فيز، وفي عندنا بروليفريتيف فيز، وفي عندنا سيكريتيف فيز. الاربعه دول زي بعض؟ لا طبعا، الاربعه دول مش زي بعض خالص، كل واحده مختلفه عن الثانيه وبتنديكيت حاجه مختلفه تماما. لو بتكلم على فوليكولر يبقى انا بتكلم على الفيرست هاف اوف ذا اوفيريان سايكل. ليه سميناها فوليكولر؟ عشان هي اندر ذا افكت مينيا او اف اتش فوليكولر ستيميليتنج هرمون، لان هو الاف اتش اللي هيبقى ابتيكن باي ريسبتورز اللي على الجرانيولوزا سيلز هو ده اللي هيكون الاسم. يعني كل الفيرست هاف اوف ذا سايكل بتاعه الاوفري هي مسؤوله عنها الاف اتش او اندر ذا افكت اوف اف اتش. عشان كده الفيرست هاف اوف ذا اوفيريان سايكل اسمها فوليكولر فيز. طب امال السكند هاف اوف ذا اوفيريان سايكل اسمها ايه؟ اسمها اليوتير. ليه اسمها اليوتير؟ عشان ال LH مش كده ولا ايه يا دكاتره؟ مش قلنا فيها ال H سيرج وال LH سيرج ده هو اللي عمل لي الاوفيليشن؟ اوفيليشن بقى عندي كوربس لوتيم، كوربس لوتيم هو اللي بيسكريت البروجستيرون. طب كل ده اندر ذا افكت اوف ال H، لان بدليل ان لما ال LH قل البروجستيرون ما بقاش موجود وخلاص السايكل دي خلصت. فالسكند هاف اوف ذا اوفيريان سايكل دي اسمها لوتيم، لان هي اندر ذا افكت اوف ال H هرمون، اندر ذا افكت اوف ال H هرمون. نيجي بقى للاندوميتريال سايكل. الاندوميتريال سايكل على الليفل بتاع الاندوميتريا عندنا الفيرست هاف اوف ذا سايكل اللي فيها بروليفريشن سميناها بروليفريتيف فيز. لو عايزين تسموها باسم هرمون هتسموها باسم اي هرمون؟ الاستراديول، لان هو ده المسؤول عن البروليفريشن. طب السكند هاف اوف ذا اندوميتريال سايكل اسمها ايه؟ سيكريتن. ليه؟ لان هي فيها سيكريشن للجلاند، ولو عايزين نسميها باسم هرمون هنسميها البروجستيرون هرمون. يبقى مهم قوي ان احنا نعرف ان وظيفه الاستروجين او الاستراديول ان هو بيعمل لنا بروليفريشن، بيكتر سواء الخلايا الفانكشن السكريشنز، بيكتر كل حاجه السكريشن. ده بالنسبه للسكريشن اللي هو بتاعه الشربعكه ميوكس اللي هنتكلم عليها دلوقتي. لكن البروجستيرون ده بيكتر السكريشن بتاعه الجلاند، الجلاند نفسها اللي هي جوه الاندوميتريوم، عشان كده بنسميها سكريتد فيز. يبقى لو جينا نشرح الفيزيولوجي والمترو سايكل دي على الليفل بتاع الاندوميتريوم هنقول ان احنا عندنا بتتقسم لكام بارت؟ تو بارت. حد عنده اقتراح اخر؟ ها؟ على ليفل بتاع الاندوميتريوم يا دكاتره، على ليفل بتاع الاندوميتريوم. في حد عنده اقتراح غير ان هم اثنين؟ ثلاثة. مين اللي قال ثلاثة؟ ليه؟ منسز. احنا نسينا منسز ولا ايه؟ في منسز هنا مش كده ولا ايه؟ في منسز. يعني على ليفل بتاع الاوفري عندنا الفوليكولر فيز اوفيليشن ليتيل فيز. على ليفل بتاع الاندوميتريوم في منسز بتنزل. منسز. المنسز دي نزلت امتى؟ شيدنج. لما بقى البروجستيرون والاستروجين قليلين قوي 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 مش بيقدروا يعمل مينتننس، مفيش مينتننس. فانت عايز هنا استروجين عشان جلاند تبروليفريت، ما عندكش استروجين خلاص الجلاند مش هتبروليفريت، هيحصل لها شيدنج شيدنج شيدنج. انتوا عارفين المنسز بتاعت كل شهر دي التكست بوكس بيكتبوا عليها ايه؟
التكست بوكس اللي كنا بنذاكر منها كمان يعني زي ويليامز وكده. ويليامز ده اشهر تكست بوكس طبعا في الاساتيكس. Weeping of a disappointed uterus. لان اليوترس بيعمل كل القصه دي ليه؟ عشان pregnancy, عشان بيتحضر لاستقبال الفيرتلايزد اوفر. يعني حصل الاوفيليشنز والهرمونز والكوربس ريديم والكلام ده كله ليه؟ عشان يحصل فيرتلايزيشن. فتيجي الفيرتلايزد اوفر هتلاقي هنا بقى ايه؟ سكريشن بالعبيط, سكريشن جدا, لان هتكمل السكريتوري فيز دي لمده 3 شهور. فهتلاقي الاندوميتريوم ده ستاك ويز جلاندز اند سكريشن عشان تيجي الفيرتلايزد اوفر تبقى امبلانتد جواه وتاخد النيوتريشن بتاعتها. فاليوترس كل ده بيحضر نفسه لاستقبال الفيرتلايزد اوفر. طب لو ما حصلش استقبال للفيرتلايزد اوفر خلاص, يبقى كل ده هيشد وهينزل وبيعيط بدل الدموع دم ويحصل المنسز وتنزل المنسز. واضح يا دكاتره؟ فكل ده كل المايسترو كل ده شغال عشان استقبال الفيرتلايزد اوفر. ما حصلش فيرتلايزيشن اوفيليشن بس, يبقى الكورفس ويتين ده هيتحول لكورفس البيكنز, هيقل الاستروجين اند بروجستيرون. لما يقله يبقى ريليس فروم نيجاتيف فيدباك ويبتدي شادنج للاندوميتريوم. ليه شادنج؟ لانه ما بقاش مينتين ولا في استروجين ولا عندنا بروجستيرون, فبالتالي مفيش حاجه بتمينتين الجلاندز دي. البروليفريشن اوف ذا جلاندز ويل نوت بي مينتيند لان الاستروجين خلص. انت محتاج استروجين عشان يحصل بروليفريشن اوف ذا جلاندز. طب وبالنسبه للسكريشن؟ لا لا, ده في السكند هاف اصلا اوف ذا سايكل. طب هنا ازاي الجلاندز دي بتبتدي تبروليفريت من ايه؟ يعني ما فيش اندوميتريوم خالص وتبتدي الجلاندز دي تطلع شيطاني كده ولا بيحصل ايه؟ دي حاجه اسمها بيزل لير. يعني الاندوميتريوم هيستولوجيكالي كده موجود في البيزل لير اوف ذا اندوميتريوم, وبعدين في عندنا سوبرفيشال لير اوف ذا اندوميتريوم وانترميديت لير. بيزل لير اوف اندوميتريوم واللي في النص دي انترميديت, واللي سوبرفيشال اسمها سوبرفيشال. يبقى احنا عندنا الاندوميتريوم بينقسم لثلاثه لايرز. البيزل لير اللي هي الاساس اللي زي الروتس بتاعه الشجر دي بتبقى شادد during menstruation؟ لا, ما ينفعش تبقى شادد, لان لو بقت شادد انا هيحصل regeneration للجلانز. منين؟ دي source of regeneration للجلانز. طب لو حصل ان انا شلتها بالعافية زي عملت مثلا over keratage, كحفت جامل موكيمة كحت او keratage, ان انا بشيل الاندوميتري, بشيل الاندوميتري, بشيل انهي اندوميتري من انا بعمل كحت؟ superficial والintermediate. اشيل البيزر؟ لا, اوعى تشيل البيزر. انت لو شلت البيزر الست دي مش ايه؟ نيجي يكمل الجمله هيجيلها دوره تاني ابدا خالص. يعني هيحصل ريجينريشن منين؟ مش هيجيلها دوره تاني ابدا خالص. فانت لازم تسيب البيزل لير لان دي اللي بيحصل منها ريجينريشن. فانت لما بتيجي تكحت لاي سبب عايز تاخد اندوميتريال بايوبسي, حصلها بريجننسي وبتابورت دلوقتي, فمحتاج انك انت تشيل الاندوميتريال, بتشيل سوبرفيشال اند انترميديت لير, نيفر ايفر البيزل لير. ليه؟ لان البيزل لير دي هي اللي بيحصل منها ريجينريشن. انا لو شلتها ايتروجينيكالي غصب عني او بالغلط او عملت حاجه غلطه وشلت البيزل لاير اوف الاندوميتريوم, الست دي مش هيجي لها منسس ثاني خالص, مش هيجي لها منسس ثاني خالص. يعني مش هيحصل لها اوفيليشن. دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص, مهمه قوي 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 النقطه دي. دكاتره اللي نايم يصحى, ما ينفعش انك انت تربط منسس يعني اوفيليشن. ما فيش منسس يبقى ما فيش اوفيليشن, ما لهمش علاقه ببعض. اذا ما لهمش علاقه, ما لهمش علاقه ببعض, ما لهمش علاقه ببعض. واحدة ستة عملت لها هيستركتومي, شلت لها اليوترس, شلنا لها اليوترس لأي سبب من الأسباب, بس سبت لها الأوبس, الأوبس بتوعها موجودين, شلنا بس اليوترس. عندها 35 سنة وعندها مشكلة في اليوترس بس بناين ليجن, شلنا لها اليوترس وسبنا لها الأوبس. بيحصل لها أوفيليشن أو بيحصل لها؟ بيحصل لها ريليز أوف أستروجين بروجستيرون ولا لأ؟ هتخش في منوبوز سيمتومز ماني يعني هوت فلاشز وكده عشان مفيش أستروجين؟ لا ما تخش. الست دي منوبوز؟ منافوزة ولا مش منافوزة؟ لا, ايه ده ازاي مش منافوزة؟ ما مش بيجي لها منسس. ما هناخد ان المنسس او كلمة منافوز لو اسيتيشن او منسويشن اكسميز نومر, لان هنعتبر فيها على ديبليشن اوف ذا اوفيريان فانكشن. منافوز يعني ديبليشن اوف ذا اوفيريان فانكشن, ما بقاش فيه فوليكلز. مش قصة دم ولا مش دم بينزل, ملهاش علاقة بالجلدز, ليها علاقة بالاوفرز, ليها علاقة بالاوفرز. بمعنى ان لو قلنا الفانكشن اوف ذا اوفري اللي لسه قايلينها من شويه, ايه الفانكشن اوف ذا اوفري؟ برودكشن اوف هرمونز استروجين بروجستيرون اند اوفيليشن اللي هي فورميشن اوف فايبر. طب ايه الفانكشن بتاعه اليوترس؟ جاست وعاء, وعاء اتس جاست ا وعاء, اناء, مكان يحصل فيه البريجننس فقط لا غير. لكن ولا بيبروديوس هرمونز ولا اوفيليشن, ملوش علاقه. هو كل الفكره ان الفيرتلايز اوفر تلاقي مكان فيه عشان البيبي يكبر بس, مش اكتر من كده. وطبعا للستات اللي مش حوامل تجيلهم منسس,
عشان سايكولوجيكال كده يبقى بيجي لهم منسس كل شهر. فهو وظيفه اليوترس بس هو البريجننسي المينتيننج اوف بريجننسي ولو بيحصل منسس كل شهر. عشان كده هتلاقوا ستات لو وقفوا في العياده الخارجيه وهتنزلوا تقفوا في العيادات الخارجيه في اسمه البروتيتشن، لو ستات بتوع الارياف وكده بيسموا اليوترس ايه؟ حد يعرف؟ بيت الولد. اتس فيري يعني بيكيولير جدا طبعا بيت الولد، لانه فعلا مكان الولد، مكان هو بيت الولد ملوش فانكشن تاني خالص، هو بيت الولد فقط. لا هو اليوترس ده فعلا بيت الولد. تاني على الليفل بتاع الاندوميتيوم ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه اول حاجه بتبقى عندنا منسس او اخر حاجه، بس بيحصل بروليفريشن اندر ذا افكت اوف استراديول بروليفريشن الجلانس بروليفريشن لحد ما يبقى في عندنا بروجستيرون، تبتدي البروليفريتد جلانس دي تبقى فيلد ويز فاكيولز. فاكيولز فاي لير في البيز لير الفاكيولز دي بتبقى موجوده، ولكن الانترميديت ولا السوبرفيشال؟ في الانترميديت، لان الانترميديت هي اللي بتبقى تخينه شويه، فبالتالي بقى فيها فاكيولز بتاعه السكريشن بتاعه الجلانس، فالفاكيولز بتاعه الجلانس تبقى في الانترميديت لير، فبالتالي البروجستيرون مسؤوله اكتر عن الانترميديت لير، لانه هو الفانكشن بتاعته في الانترميديت لير ان يبقى عندنا سكريتوري جلانس. ممكن ناخد خمس دقايق ماشي. نيجي على ليفل بتاع السيرفيس، ايه اللي بيحصل؟ ايه ده هو في الجارج اب دمنشنال سايكل اه ده ليفل اوف سيرفيس؟ اه طبعا السيرفيس ايه الفانكشن بتاعه؟ يعمل ايه السيرفيس؟ بيشد سيكريشنز بس، مش حاجه ثانيه، لا مش حاجه ثانيه. يبقى في سيكريشن كده بتنزل من السيرفيس، في ناتشرال سيكريشن موجوده اللي هي بتبقى لونها يا اما ترانسبيرنت يا اما ابيض وما لهاش ولا اودر ولا كلر ولا ايتشنج ولا اي حاجه، حتى بنسميها لوكو ريا يعني اكسسيف، لوكو يعني ابيض كويس. فدي السيكريشن بتاع السيرفيس سيكريشن. طب السيكريشن دي وظيفتها، يا دكاتره ان هي بتساعد، خلي بالكم احنا كل الكلام ده عشان البريجنسي، بتساعد السبرمز هو لما بيحصل انتركورس يحصل ديبوزيشن اوف ذا سيمن فين في الاورجن اللي احنا قلنا عليها دول؟ الفاجينا. طبعا بيحصل ديبوزيشن اوف هنا في الفاجينا، يعني بيحصل انتركورس بيحصل ديبوزيشن اوف السيمن هنا في الفاجينا، السيمن اهو. امال الفيرتلايزيشن بيحصل فين؟ فلوبيان تيوب. معنى كده ان لازم يحصل ايه؟ السبرم ده يمشي في كل الحته دي اللي هو فين؟ في السيرفكس وفي اليوترس وفي الفالوبيان تيوب لحد ما يوصل للامبوليا ريبورت اوف الفالوبيان تيوب عشان يعمل فيرتلايزيشن للاوفم. طب دي مسافه كبيره ولا صغيره؟ كبيره جدا. بس السبرم ده مايكرون صغير، واحنا هنعرف بعد كده ان اليوترس ده طوله ده 1 في 2 في 3 انشز، يعني 3 انشز يعني 7.5 سم، الفاجينا اصلا 7 ل 10 سم، والسيرفكس ده يعني المسافه ده بقى بنتكلم بالسنتيمترز وهو اساسا مايكرونز. فلازم حاجه تساعده على الحركه. ايه اللي بيساعد السبرم على الحركه؟ التيل بتاع السبرم. ايه كمان؟ لازم الانفايرمنت يساعده. زي الانفايرمنت يساعده؟ السكريشن. تبقى كتير ولا قليله؟ كتير عشان يعوم. امال ده هيعوم ازاي؟ ما لازم السكريشن هنا تبقى كتير، قوي كمان. هل يبقى فيه ليكوسايتس؟ ليكوسايتس بتعمل ايه؟ فاجوسايتوزس للسالس. هل يبقى فيه ليكوسايتس كتير؟ لا مش عايزين يبقى فيه ليكوسايتس. يبقى احنا عايزين في الفيرست هاف اوف ذا، في الفيرست ولا في السكند هاف؟ فيرست طبعا. عايزين في الفيرست هاف اوف ذا سايكل لحد الماكسيمم فيرست هاف اوف ذا سايكل، كويس؟ يبقى عندي اكسسيف سكريشن، كويس؟ اكسسيف ووتري سكريشن، ما فيهاش ليكوسايتس عشان تساعد السبيرمز ان هي تعوم وتوصل لحد ما توصل للفالوبيان تيوب وتعمل فيرتلايزيشن. ده اللي الفيرست بتاع انهي هرمون؟ اللي يعمل لي ووتري اكسسيف سكريشن ما فيهاش ليكوسايتس ولا اي حاجه. ده انهي هرمون؟ استروجين. هو ده الوحيد اللي عندي هنا كتير، اللي كبر قوي لما يعلى قوي بيعمل لي بوزيتيف فيدباك على ال اتش عشان يعمل لي سيرج ويعمل اوفيليشن، وفي نفس الوقت برده بيشتغل هنا على الاندوميتريم اللي هو عمل ماكسيمم بروليفريت بالاندوميتريم، على السيرفكس عامل لي ماكسيمم سيرفايكال سكريشنز، بقت ووتري واكسسيف، واللي هو اكسسيف لدرجه ان هي لو انت حطيتها على بتوين تو جلاس سلايدز اللي هو شريحه الجلاس سلايدز دي وابتديت انك انت تبعدهم عن بعض هتلاقي ان هو ستريتشنج بيحصل ستريتشنج توصل ل 7 ل 10 سم. يا ده كتير قوي، ده ستريتشنج كتير قوي. ستريتشنج وبنقول عليه بوزيتيف ستريتشابيلتي تيست او بوزيتيف شبينبرغهايم تيست. ولو حطيتها لوحدها على جلاس سلايد هل ده فيها نيوتريشن ولا لا؟ فيها صوديوم كلورايد ونيوترينتس ولا ما فيهاش ستريتشنج؟ لازم يبقى فيها. امال تغذي السبيرمز ازاي؟ ما هو ده الفكره.
عشان تغذي السبرمز. طبعا لازم فيها سكريشنز كتير الصوديوم كلورايد والحاجات دي، تعمل لنا زي اربورايزيشن، يعني لو حطيتها على شريحه واحده وسبتها كده في الجو تدراي اب هتلاقي ان هي عملت اربورايزيشن من الصوديوم كلورايد والحاجات اللي موجوده فيها النيوترينز. لو مسكتها بترون تو جلاس لايت هيحصل فيها بوزيتيف ستريتشابيلتي تيست اللي هي فاضت كبير بركان. طب في النص التاني لو حصل بريجننس انت عايز ايه من السيرفايكال ميكس؟ عايزها تدخل لك سبيرمز وتدخل لك ايه؟ عايزها تبقى ايه؟ فيري بيسس فيري ثيك. فيها ولا ما فيهاش ليكوسايتس؟ مليانه ليكوسايتس. عشان تعمل فاجوسايتوزس لاي حاجه من الشارع، ما انت فاجينا على الشارع، فلازم تبقى اكستريملي بيسس. نيجاتيف فير نيجاتيف شبين باركايت، ولا ستريتشابيلتي ولا كلام من ده ولا اي حاجه، ولا نيوتريشن. طبعا هتنيوتريت ايه للبكتيريا والفيروس والسبيرمز؟ لا طبعا خليهم يموتوا يموتوا. فانت ولا عندك نيوتريشن ولا عندك اربورايزيشن ولا عندك مليان ليكوسايتس عشان تعمل فاجوسايتوزس. فده الكرايتيريا اندر ذا افكت اوف ويتش هرمون؟ بروجستين. فالبروجستين بيخلي لك فيسيت سكريشن مليانه ليكوسايتس ما فيهاش نيوتريشن، نيجاتيف فيرد اند نيجاتيف شفين باركا. طبعا الليفل بتاع الفاجينا اخر حاجه هنقولها، الليفل بتاع الفاجينا هو في سايكل على الليفل بتاع الفاجينا. الفاجينا دي لاين باي اي نوع من الابيثيليوم. في حاجه اسمها ستراتيفايد سكويم ابيثيليوم، ده ذا سترونجست تايب اوف ابيثيليوم عندنا، ذا سترونجست اقوى نوع من الابيثيليوم. ليه اقوى نوع؟ هو انا محتاجه الفاجينا تبقى فيها اقوى نوع من الابيثيليوم؟ ايوه طبعا، دي على الشارع لازم تبقى. طب كيراتينايز ولا نان كيراتينايز؟ لا مش راجل كيراتينايز بقى، مش جلد يعني، مش جلد اللي هو اكسبوست فعلا، فهي نان كيراتينايز ستراتيفايد سكويم ابيثيليوم. طب امال ايه اضعف نوع ابيثيليوم؟ كولامنر. الكولامنر ابيثيليوم هو اضعف نوع من الابيثيليوم، وهنعرف بعد كده في الاناتومي. وده بيلاين بقى الفالوبيان تيوبس كده اللي هي الحاجات اللي اوريدي بروتكتد، فانا مش قلقان عليها. لايننج بتاع الكنال بتاع السيرفكس لان اوريدي بروتكتد، لكن الحاجات الاكسبوز زي الفاجينا زي الاكتو سيرفكس الحته من السيرفكس الاكسترنال دول لاين باي ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم لان دول عايزين بروتكشن. فالفاجينا هنا لاين باي ستراتيفايد سكويمس. بيحصل فيه نفس التشينجز، يعني عندنا برضو بيزل لاير بتاعه الفاجينا ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، وعندنا انترميديت وعندنا سوبرفيشال، وبرضو بيحصل فيها سكريشن. برضو بيحصل فيها سكريشن، يعني عندي بيزل لاير وعندي انترميديت وعندي سوبرفيشال. لو انت عملت سكراب من الفاجينا، يعني ايه سكراب؟ يعني جيت زي بتانج ديبريسور بكده ورحت واخد سكراب من الفاجينا، مسحه كده من الفاجينا وحطيتها تحت سلايد وبصيت عليها تحت الميكروسكوب وعديت السيلز اللي موجوده من الانواع بتاعه البيزل لاير، انترميديت لاير اند سوبرفيشال لاير، هتلاقي كام بيرسنت اوف بيزل لاير موجوده في هذا السكراب؟ زيرو. ما ينفعش تلاقي بيزل لاير، مش كده ولا ايه؟ مش البيزل لاير دي سواء في الاندوميتريوم او في الفاجينا ما ينفعش ان احنا نطلعها؟ زيرو. 0% of basal layer. طب في first half of the cycle ايه الهرمون اللي بيعمل لي كنترول؟ استروجين ولا بروجستيرون؟ الاستروجين ده مسؤول عن السوبرفيشال لاير ولا الانترميديت لاير؟ مين بيقول الاستروجين؟ الاستروجين ده مسؤول عن البروليفريشن. البروليفريشن ده بيحصل في السوبرفيشال لاير ولا في الانترميديت لاير؟ اكتر، يعني اكتر ريلاتيفلي اكتر في السوبرفيشال ولا الانترميديت؟ مين بيقول سوبرفيشال؟ تاني هعيد السؤال للناس اللي كانت دايما مش فاهمين احنا بنفوت على ايه. دلوقتي احنا اتكلمنا على الليفل بتاع الاندوميتريوم وقلنا عندنا بيتا لاير دي مش ممكن تبقى موجوده في اي سكراب ومش ممكن ان احنا نشوفها. عندنا سوبرفيشال لاير اللي هي بيحصل منها بروليفريشن اندر ذا افكت اوف استروجين. عندنا انترميديت بارت اللي بتاعت الجلاند اللي هي مسؤوله عن البروجستيرون لان بتبقى فيه فاكيولز، فهو البروجستيرون بيشتغل على الانترميديت بارت اوف ذا جلاند عشان يخليها في السكريشن. طيب نطبق الكلام ده برضو على الفاجينا. عندنا بيزل لاير مش ممكن تبقى موجوده في اي سكراب لان مش ممكن ان انا اخد البيزل لاير اللي بيحصل منها ريجينريشن. طب يبقى عندنا كده لسه انترميديت لاير وعندنا سوبرفيشال لاير. الاستروجين مسؤول عن انهي لايرز اكتر؟ اكتر ريلاتيفلي اكتر سوبرفيشال ولا انترميديت؟ سوبرفيشال. مين بيقول سوبرفيشال؟ يبقى هو مسؤول عن السوبرفيشال لايرز اكتر، بمعنى ان السكراب اللي انا خدته ببص عليه تحت الميكروسكوب وقعدت اعدهم هلاقي اكتر لايرز موجوده هي مين؟ السوبرفيشال لاير. هلاقي بيزل لاير؟ مش هلاقي بيزل لاير. طب لو انا كنت في اليوم ال 26، يعني ايه اليوم ال 26؟ في اليوم في الفيرست هاف ولا سكند هاف؟ سكند هاف. لو اخذت نفس السكراب ده هلاقي قد ايه برسنتج اوف بيزل لاير؟ زيرو. هلاقي برسنتج اوف انترميديت لاير اعلى ولا سوبرفيشال لاير اعلى؟ انترميديت. ليه انترميديت اعلى؟ عشان بروجستيرون افكت، عشان بروجستيرون افكت. ده بنسميه ماتوريشن اندكس. ايه الماتوريشن اندكس؟ The ratio between basal cells, intermediate cells, and superficial cells is called maturation index. وبنقسمه
بين 0-70-30 او 0-30-70. لو انت بتتكلم على استروجين في الفيرست هاف اوف ذا سايكل، انهي هيبقى اعلى، البيزال لاير ولا الانترميديت لاير ولا السوبرفيشال لاير؟ السوبرفيشال، بمعنى ان 0-30-70 هيبقى ولا 0-70-30؟ 0-30 دي بتاعت الانترميديت، فدي هتبقى الانترميديت هي القليله، لكن السوبرفيشال هي العاليه. فلما يقول لك في الام سي كيوز ده الماتوريشن اندكس بتاعنا 0-70-30 ده استروجين ولا بروجستيرون ايفكت؟ بروجستيرون ايفكت، لانه الانترميديت هنا اعلى، فبالتالي الماتوريشن اندكس بتاع الفاجينا عند البروجستيرون ايفكت هو الانترميديت اعلى اللي هو 70، ف 0-70-30. طبعا انا العادي ان انا براب اب، مش هقدر اراب اب عشانكم، فلو عنده حتى اي اسئله هتبقى يا اما هيقعد معايا يا اما هيبقى المره الجايه بعد برده الساعه 8. شكرا يا دكاتره.